أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وردت أسئلة كثيرة مدارها حول ما هو الضابط في جمع أثناء المطر. في الجمع أثناء المطر. الجمع في المطر يكون بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، لأنه وقت ظلمة وليل، هذا واحد. ثانيا، إذا كان المطر ينزل يبل للثياب، مطر يبل للثياب، أما الرذاذ والمطر الخفيف هذا لا يجمع من أجله. ثالثا، إذا لم يكن هناك مطر لكن الأرض فيها وحل وطين ومياه في الطريق متجمعة تشق على الناس المشي إلى المسجد، يجوز الجمع في هذه الأمور. نعم.